جماعة دلوقتي اسكندرية بتغرق بمعنى الكلمة، رعد وبرق ومطر، يعني مش عارفة اوصف لكم اسكندرية تحفة دلوقتي. هسيب لكم على الفيديو وارجع لكم تاني. شفتوا الصوت؟ هو طبعا خير من عند ربنا، بس هي قلبت ام بي سي 2 خالص. يعني الاصوات دي يا لهوي، رعب الصراحة. فهو كله خير من عند ربنا. بتشتي بجد؟ يعني مفيش كلام، مفيش هزار. يعني يا بخت اهل اسكندريه بالجمال ده. في طبعا ناس كتير بتبقى حابه المطر والرعد والبرق وصوتها تحفه. يعني الناس بتشتي شوفوا قناتي، يا ريت تفعلوا الجرس وتشتركوا عندي عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك وكومنت كده منكم وتعليق صغنون، وهدخل ارحب بكم بنفسي. هستناكم.